شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. هاي حركه هنا انا صايره شكو بابا. هاي سؤال بطلنا بطلنا هاي السؤال. عندنا كم طيره مشكوله، عندنا طيرتين نريد نفتح اشكالهم، نريد شوي نحرك الاعراف اليوم، وبنفس الوقت نريد نطير اتياد. جاي شنو كمرلي ان شاء الله. شباب هذا الفعل انفتحنا اشكال جديد بيطير. يلا هاي صعد لكفن دشر هنا شباب. خوش دشر لكفن، تدرون شفتوا انتو عندنا بعد ما صعد. هذا أول مطيار للأعراف الشباب. انت هنا انا شكو شاني قلان بس اذا حطن فوق مو هذا محطات حدود، حطن فوق. عشان هذا رخيت ابيض احطها هني. عندنا بعض طائرات، عندنا اثنين بعض طائرات. ذاك ارفدي غريب مو مالتنا، ذاك بيطقعه بكتفه سودة. شوفوا ذن الاثنين يطيرون خوش مطيار. ذن الاثنين شوفون ذن ياهنا بالله. هذا يمكن واحد مال صيد وواحد يعني من طيورنا، يمكن واحد لا والله هذا مال صيد. حياتك ذن الاثنيناتن مو مال صيد. هذا الفضة الجديد، يمكن هاي مطخة شباب. يمكن مطخ. يا سلام والله بعدن. هذا شوي ننقل. هاي ثني عشان فوق البيت. بس هذا هو هذا ما مصبغ ديله ما اعرف، جوز الشاد ما اعرف جوز الشاد. هذا ياتها وين ذاك اللاخ؟ اللاخ ما ادري وينه. ما اعرف حط اللاخ شو مروحه والله ما ادري. انتبهت عجل عدا نقل وما انتبهت. المهم حتى اذا حاط على الصف ناسي هذا يمكن يجي ياك. اي ذاك هاي حط على الكرمانات.
شوية تعب احتمال شباب. وينه؟ ذاك هيك حطه هناك ويلي بيوت، هم ذيك الشبكة. سيجي وسيجي والله ما ادري بعد. باب حاطه بذيك الجهة يعني وين هاي النخلة؟ يم النخلة. يعني جوز هسه يقوم يجي، ما عليش ان شاء الله. خلينا نفتح الحبليات، العفو التيادي ما طول شوية الجو. الجو بيلزم شوية شباب. صراحة الجو شوية بي مجال. بس انا متأكد هسه راح افتحها راح اصير عركة بذيش الجهة. من ورا اللي يروح عندني طبًا يمن برج الأرافل. هذا الأبتر. يلا يلا كل العد ما طلع. طلع السبحان طلع نسمه نتردنا. لار فريدي شباب يعني. فلي طير وكح صراحة. هسه يقمز شوية هو يشوف خواته وين يروح يجي. هذا القهوة هاي طارن طارن مو مشكلة. يلا لا والله مو مشكلة طارن فرقات 2-3 وهذا الحجة حتى يضيع ما بتطير ان انت ناخر. صعدا عندنا واحد فرخ هذا من الجدة بس هذا مصبر. البقية كلها أعرف مو مشكلة. هذا من الزبيري بس هذا شوفوا هذا جديد. هذا ده يفتح جرح. هذا والله ده حطيته سمك رجال وبعد 100 سنة ما تحطه. شباب اشوف بالتعليقات بيع التيادي يعني مو كلها شباب شو مأثرات علينا. مثلا الضياع مالت من انه بيها يعني مو تقول اني دا اشتري ودا يضيع يعني خسارة فلوس. هنا فرخات دا تطلع من جوا هو كملكم الله اكل وشرب بس مال الطيور حالي حال الطيور. فاللي يضيع يعني هاي بعد شو يسوي له. شلون هذا الخير راح يسلمها تراب. هذا خوف حياته بس طوايا. هذا اللي عرفه اللي هي طوايا يمكن هذا اللي محتمل هذا ما ياته الا هذا بدرينك. شنو بدرينك هذا اي بدرينك هذا محجل. طبعا الفرخ هذا اللي قلت لكم ذاك وين شام نروح هناك. عم اذا اني راد يعني واحد وراهن وراهن ما تعرف شنو الموضوع. هذا الفرخ تعال عودة تعال لكي شدتها بالهدة. والله طلع بوجهه على بقى حتى تيجي وياك. هذا مالتنا هذا في الشعر طير الشعر البيضاء. ذاك الفرق ذاك وين شوف هناك دا يطير ذاك شوفوا صار لي وراه يعني بصف البيت. هياك شوفوا هذا جوي البيت هاي الطيور كذا تحط قباله هو ما مقتنع يقول مو مكاني هذا اني اني ما انتمي لهذا المكان وين يا بتريد دحين ما تعرفني يعني. بس طار عندنا واحد اخوه والله طاروجه حط
بجوز حط بالغلط ما اعرف. هسه ايش عندنا طائرات 5 مي 6 مي 7 والله ما اعرف. فيهم صعدين بالسما هذا شوف هذا من الفرخات. لان عندنا 2 4 تقريبا 4 5 فوق هذا واحد. وايد طائرات ذاك عندنا فرق شوفوا ذاك ذاك بالسما. هذا فرق صغير. هذا طار وحط الصغير نطرف. بس هذا الغبي راح شو مروحه. جوز يجي يعني يتعب ويجي ما اعرف بعد. الرف اللي بالحد هسه ما مبين شباب. بس هذا فرق ذكي هذا المطرف. هذا حيات هذا بال 14 جلد مالتي. هذا كان هنا شباب بهذا البرج مال الزواج. شلته وشو مرته بنظني ما يدري شنو الموضوع خطير. لا متدشر لا هاي هاي جاي يطلع ويطب هسه حيات هذا فوق البيت. وبعد يجي يحط يحط ما يحط شيء يسوي له. عندنا 2 4 5 6 7 7 يعني عاليات 7 عاليات شباب. شوفوا نقاطك تشوفوها لاني 1 2 3 يعني 7 تقريبا عاليات. هذا جو واحد 7 عاليات بين واحد فرق. هذا المصبوغ تجينه اخضر من ايام المخاليف من ايام المخاليف اللي كان ينهزمن. هو كان اخوات 2 بنات الجولدن واحد راح ابو كتب واحد بقى. شوف هذا المطرفة بال 14 في عينه على البيت يعني هو ما شاء الله. معقولة يا ولد تجي تحطه وما تتعبنا. ذاكنا صعدا والله صعدا اليوم من الشباب. اليوم شوية الجو حلو يعني جو شوية يمكن درجة حرارة نازلة الله أعلم. بس شوية فرق اكو بالأجواء يعني عند البارحة وأوت البارحة فد مرة سم. اليوم لا شوية ها نعمة. هذا راح يحط والله شباب والله سواها شباب. ماكو شي هدوء ما عندنا يا جماعة ما ملتقي بيه جديد قبل انا. كذاب انت مو جديد كذاب. ده بروحه والله انت حارسه وروح. من جماعة نص السطح انت شنو؟ حاط والله على المحطاطة. هذا الارفلي لا يا ناقص. حياته هذا. حاطين من الحمر. هاي زينة. تركم يجي شباب. تلقفها يعني هسه انت وحاطين انا على هاي الخشبه. تلقفها تنزل من هنا تنصعد لخواتك. إذا صعد اللي فوق شايف انت منو بعد خاتل يطير هو ويسوي روحه ما يطير. بس صعد حتى يشوف شنو صعد. خلنا نصعد ننزل من فوق شباب.
ما يروح الأرفلي؟ يعني انت من الطيف حطيت حل بصفن، شو المشكلة؟ هيا تعال، هاي طيارة مطخة، هاي ثولة طيارة مطخة هاي. امشي نزل بابا، امشي نزل. طبعا كنا فاتحين كومرليات شوية سابحات الظاهر وطبت، هسه فاتحين الحمر. كيف ذاك الفرخة تيجي مالتنا؟ والله وين رايح هذا الغبي؟ والله ذاك وينه؟ مشكور هو، يعني هسه لحد هسه خسارة فرخ تيجي. بدوة كروها هاي مطخة شلون افترت رقبتها وقامت من عوجة رقبتها وقامت تمشي تحك عيونها بالقاع هذي قد ما رقبتها معوجة من هلستها جنحودية ذبيتها هنا أنا فترة ورجعت استعدلت الحمد لله. شوفوا الشباب انا قبل شوي قلت لكم طائرات 6 مشيت، والله طائرات يمكن 10 12 تمام. هذا واحد، هاي 2، هذين 3 4 5. انتم ما ادري يمكن ما تشوفون، يعني طائرات بال 12 13 بالسماء ومن ضمنهن هذا الفرق. شوفوا والله جنحه يخبل هذا، ذا وقف توب هذا. شوفوا هذا من ايام الشادات ان كان ينهزمن، هذا العراقي هم كان بالسما ما ادري بيه. هسه فرزني فوق عين 2 4 6 7 8 9 10 10 وعندنا فحل. لا والله هذا حاط من الخوات حاطات الفحله مال السيديه والثاني. الطيره زين، وين الطيره؟ الطيره 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 الطيره، هذا حاط العراقي، هذا العراقي حاط كبره ذي، هذا يمكن 14 ريشه. طيره كطيره ما ادري وينها، مش موجوده. البانتيز فرخات التيادي 2 ما ادري 3، هذا واحد من فرخات التيادي، هذا هو اخو فوق، هذا الصغير الجولدي وينه؟ طيره محلقه الورديه هم طايره. هذا تيدي اللي قلت لكم عليه قبل كم خوش طير حياته هم طاير. هذا نلتمن فوق البيت، بس هذا الفرخ وين الاخضر؟ مصروخ تكجينه حياته هذا. شوف شلون جيت هذا، هم خوش طير والله هذا. حط بس عندنا واحد هذا الغبي شو مروحه شباب، ما هاي الطيره اللي ادور عليها حياته هاي. هذا الاخ هذا هم خوش طير، هذا اخوه بالسما هسه حاط، هذا اخوه بالافلاق صاير اعلى طير اخوه. هذا بقى البانتيز، وهذا الفحل اللي يدور طواير. بقت هاي الطيره الحلقه البرتقاليه كلش خوش طيره. وعندنا قلت لكم هذا الفرخ اخو هذا الا بالسما صاير، ذاك شوي بدا ينزل. اي شباب، فشغله التيادي يعني احنا خاليه شلون راس حاجه، يعني انا مو ثقلي عليها صراحة. تبدا تشوفون الوضعية، يعني احنا عندنا كم خانة، اللي اذا يطلع عنده انصعدان، اللي يبقى يبقى، اللي يروح يروح. وكل فترة وفترة من يصير يعني عالم نطلع لنا تيادي وناخذها، نبقي لنا كم فرخة منها. يعني هي احنا ما دابين ثقلنا عليها، وانا كل ما اخذت من برج واحد، وهاي الخانات انا ما اقدر ازق بها، شزق بها مثلا حبريات هالسوالف. بس انا ببالي فد مشروع ان شاء الله بالمستقبل، يعني اريد اجيب لي سطح حبريات عيون بيض، لو هنديات عيون بيض ونزققهن ونطلع لنا وجبه حلوه. شوفوا ذاك الفرق الثاني اللي اقول عليه، هذا 1 2 3 ونطلع لنا وجبه مال فرخات طيور مختلفه. هاي الطير هاي الحلقه الورديه، انت وين كنتي؟ هذا اللي كان طاير بنات ال 14، هسه ضيعنا واحد فرخ. هذا شو مروحه؟ يعني هيك غباء، ما شايف والله ما شايف. لا والله شفنا اشكال بتيجي، ما
تيجي في التركيبة عجيبة سبحان الله. ما شنو طبوا بين على أغراب مبروا بي والله ما أدري شلون طلع يصير ما أدري. بنحطه شباب كل يمكن مكان واحد لو اثنين. وين هذا واحد هذا تيدي اللي قلت لكم أخوه حاط. شوف الحطة مالته شباب انتبهوا على الحطة مالته. يعني ضيعني بس هذا الصغير اللي شو منروح. هذا هسه ما تشوفه إذا ما يسد جنحه وعلى المحطاط ما يضرب دواير وما أدري شنو هالسوالف. قبل يسد جنحه ويحط على المحطاط. عبالك أرفل. وين خلي يجي. والله اتذكر كان عندي دابولة هيك مرات تظلم الدنيا اول ما طببنا كتير حياتها. شوفوا ما تدري منين اجى. رايح ابو حلقه الحمراء واخوها مين بطل. بقى عندنا بس واحد طاير. كان عندي دابولة شباب والله العظيم مال اول ايام السباقات. يعني كانت نسابق شوي باجواء حلوه شهر العاشر هيك شيء. فمثلا اذا فد يوم يتاخر الجو عليه مثلا قبل لا تظلم يسد جنحه من العلو من السماء ما يشوف زاجي يحط على المحطاط ما يتعب نهائيا. فاكو هيك هواي رصوصة. والله هاي الطيور اللي هيك حطتها سهله وبسيطه تلقاها من ارقى الطيور الصيد ما تتعبك. والله مرت علينا طيور شباب بهذا السطح عجيبه غريبه والله. تيادي خط اول بس ثاني شنو شباب يعني ما حافظت عليها صراحة. كله بيع. يا اللي جبته بعته يا اللي جبته بعته. تيادي ايام تيادي ولا انا كنت يعني جايبين يعني هم على باب الله بوقته. هذا بقى بس تيدي واحد شباب طاير عندنا. والله ذاك الفرق مالتنا هناك ذاك وين هذا شوفوه ما يبين ادري ايش بالحر الكاميرا تقوم ما تقرر وما اعرف شنو هو. خلينا نفتح الطواير شوي تسبح ترتب امورها. شباب داروا طيوركم هاي الفترة بالمصابح والامور هاي. خذوهم من مسبح الفردوس. ما ادري تندلوا مسبح الفردوس لا كنا قبل نروح له. طلعت لي المسبح والامور هاي وما يطبل. هاي الطيره الطوبانيه اللي صدناها شباب لا تذكروها. هذا مسبح وما يو ترتيبات اشتردن بعض. هذا تيدي مالتنا ما يجي شباب ما يجي شرب يعني شغلته طويله. شوفوا الاكفن ما الاكفن سيسي كان يسبح. عندنا بقى تيدي واحد طايج ساحات ماله بس البقيه كلها حطته. هذا الزايش وما نروح ان شاء الله بعد كم يوم شباب بس يكمل جناحاتهن. الطوايا شو تاخر نسيله ما ادري ليش يعني تقريبا ما اعرف شويه حبريات شويه ورا الحبريات الاسناهن شو لحد هسه نسلهن ربع حال رافل يعني بقدن الست رافل اللي نسله. حبريات كملنا لنا بعد نجوز ورا الحبريات الاسناهن والله ما اتذكر بالضبط لان شنو سبحات البارحه. لان احنا هذا شباب هسه حاليا هاي الاجواء كل يوم مسبح للطيور معطور طيور نسله وقت شم الريش وهالامور كل يوم مسبح. وشباب اللي طيوره الصف من وقت خليه يفتح شعير يفتح الامور. هسه ان شاء الله وجبه الجايه مال الاكل راح اجيب الشعير بس ما راح انطي الحبر راح انطي التيادي. يعني بس التيادي عندي شغل بيهن لازم من انتفهن اخلين يعني هم اهل سنجن حوذيل وبنفس الوقت اخليني صفن وجوهن تيل الجنح وذيل ومسبح وشعير طير يصفي من وقت. احنا عندنا سباقات بشهر العاشر يلا نلحق نرتب الامور. يعني احنا كل سنة السباق اول جمعة من شهر عشر. انا بعد ما اشترك في السباقات لان الطير ما جاهز. الطير لو رقبته بعدها لو بناتياته بعدهن
اي لو هذا الريش مال صدره بعده مكامل 100% مدنبس لو بين سله يتاذى الطير بالمطيار، خصوصا يطيله 7-8 ساعات يتاذى. فنشترك على الجمعه الاخيره من شهر 10 اول جمعه من شهر 11 هاي تقدر تدخل بيها تطير بيها تسابق بيها براحتك. الطير جاهز وكامل واموره كلها تمام التمام. سبعان يلا ليش يا طابون يا شباب حلو بس لو هذا تعاجيل ابيض لو تعاجيل عمر طبعا موجود فحال نسخه من يمها لكن هاي الطيره اللي كنت اسال عليها قبل شوي شوف طارت هذا من صغير العراقي هني شباب طبعا هذا الفرخ راجع تمام راجع وجاي حاط من حاله في الساعات الظهرية حبستهن يعني الحمد لله ما ضاع لان احنا عندنا ستة لان ثلاثة هسه بالقاع كم صبوات 1 2 3 4 5 والسادس وين السادس وين السادس وين السادس شنو لا انا شفته ذاك السادس في الاخير فيعني الحمد لله ما عندنا ضياع ولهنا نقدر نقول وصلنا طبعا عندنا هاي شباب متوجعه هاي شو على غفله توجعت والله شنو حالتها يعني اتصور تنفسيه رمد شو على غفله اي رمد رمود هذا هاي تنعزل تتعالج لان فد مرة حالتها قوية عندنا دكسن 200 هسه نشتغلها حتى شوية تستقر هذا زين ولا الفرخ يعني طار وجه سوى فرارات وجه ما عندنا مشكلة وياه هذا البانتيز شباب شوفوا احنا دائما نطير هذا البانتيز هاي محلقة البرتقالية هم خوش طيرة هذا الـ14 هذا الجلد مالتنا هذا بطل هاي طيرة مالت الزبيري هاي الطيور كلها موجودة وكاملة والحمد لله بعد نفتح هم بين يوم ويوم كل يومين مرة هذا من الزبيري العراقي وينه هذا العراقي فوق هذا القهوائي يعني بعد يشتردون تياد الاثنين الزينات لقوم خوش طيور وين هنا تياد الاثنين الزينات هذا واحد اخيك وين يا ولد ابو حلقة الحمراء هذا الثاني بالقاع باكر ان شاء الله خلي الوالد يجي ينظف لنا يرتب لنا الامور وخير ان شاء الله يلا شباب عين وصلنا نهايه المقطع لا تنسون الاشتراك بالقناه لايك تعليق السوالف هاي تحياتي لكم جميعا هني شباب طبعا هذا الفرخ راجع تمام راجع وجاي حاط من حاله في الساعات الظهريه حبستهن يعني الحمد لله ما ضاع لان احنا عندنا سته لان ثلاثه هسه بالقاع كم صبوات 1 2 3 4 5 والسادس وين السادس وين السادس وين السادس شنو؟ لا انا شفته ذاك السادس في الاخير فيعني الحمد لله ما عندنا ضياع ولهنا نقدر نقول وصلنا طبعا عندنا هاي شباب متوجعه هاي شو على غفله توجعت والله شنو حالتها؟ يعني اتصور تنفسيه رمد شو على غفله اي رمد رمود هذا هاي تنعزل تتعالج لان فد مرة حالتها قوية عندنا دكسن 200 هسه نشتغلها حتى شوية تستقر هذا زين ولا الفرخ يعني طار وجه سوى فرارات وجه ما عندنا مشكلة وياه هذا البانتيز شباب شوفوا احنا دائما نطير هذا البانتيز هاي محلقة البرتقالية هم خوش طيرة هذا الـ14 هذا الجلد مالتنا هذا بطل هاي طيره مالت الزبيري هاي الطيور كلها موجوده وكامله والحمد لله بعد نفتح هم بين يوم ويوم كل يومين مره هذا من الزبيري العراقي وينه هذا العراقي فوق هذا القهوائي يعني بعد يشتردون تياد الاثنين الزينات لقوم خوش طيور
وين هذول التياد الاثنين الزينات؟ هذا واحد اخيك وين يا ولد ابو حلقه الحمراء؟ هذا الثاني بالقاع. باكر ان شاء الله خلي الولد يجي ينظف لنا يرتب لنا الامور وخير ان شاء الله. يلا شباب عين وصلنا نهايه المقطع، لا تنسون الاشتراك بالقناه، لايك، تعليق، السوالف هاي. تحياتي لكم جميعا.